ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخي وأختي في الإسلام، موضوع اليوم هو تاريخ الدولة الإسلامية بعد الخلفاء الراشدين. نتطرف فيها إلى الدولة العباسية، الدولة الثانية بعد الأمويين. أدت حالة الضعف التي مرت بها الدولة الأموية بسبب الاضطرابات السياسية والثورات المسلحة والهزائم المتلاحقة إلى تفكك تلك الإمبراطورية الكبيرة وبزوغ العباسيين. وبعد نحو 3 أشهر من هزيمة الأمويين أمام العباسيين في معركة نهر الزاب الكبير شمال العراق بقيادة أبي مسلم، وهزيمة الخليفة الأموي الأخير مروان الثاني، تمكن العباسيون في 26 إبريل 750 ميلادي من اقتحام أسوار عاصمة الدولة الأموية دمشق وإعلان انتهاء نحو 91 عاما من الحكم الأموي. تعتبر السلالة سلالة العباسيين هي ثاني أكبر السلالتين الحاكمتين للإمبراطورية الإسلامية. استولى العباسيون على الحكم عندما قاموا بإطاحة الخلافة الأموية، واستمرت فترة حكم الخلافة العباسية من عام 750 ميلادي وحتى عام 1258 ميلادي. من هم العباسيون؟ بدك تعرف بالبداية يعني مين هم العباسيون؟ العباسيون هو عائلة عربية انحدرت من نسل العباس بن عبد المطلب عم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ومن اسمه اشتق اسمهم، ويعود نسب العباسيون أو العباسيين إلى عشيرة الهاشميين من قبيلة قريش في مكة المكرمة. اعتمد العباسيون في تأسيس دولتهم على الفرس الناقمين على الأمويين، حيث استبعدوهم من مناصب الدولة والمراكز الكبرى بينما اختص العرب بها. نقل العباسيون عاصمة الدولة بعد نجاح ثورتهم من دمشق أولا إلى الكوفة، ومن بعدها إلى الأنبار، وأخيرا إلى مدينة بغداد لتكون عاصمة لهم. بدأت الدولة العباسية بالخليفة أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي. تولى حكم الدولة الإسلامية وهو في 26 من عمره. ولد في الأردن في أيام حكم الأمويين، وانتهت الدولة العباسية بمقتل الخليفة المستعصم على يد المغول، وذلك عندما دخلوا بغداد. لقب أبو العباس عبد الله بالسفاح. طبعا هلا هاي الكلمة تحمل معنيين باللغة، تحمل كلمة السفاح باللغة العربية معنان، تعني المعنى الأول الجواد الذي يبذل المال بسخاء، كما تعني أيضا سفاك الدماء. ولذلك اختلفت الروايات التاريخية في لقب السفاح الذي اشتهر به الخليفة العباسي الأول أبو العباس، فهل هو كان جواد سخي أما أنه كان سفاك للدماء. استند بعض المؤرخين في تلك إلى ما ورد في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر أمة خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. رجح على أنها صفة مدح تتصل بالكرم والبذل والعطاء وليس البطش والقتل. كان للخليفة أبي العباس ألقاب أخرى طبعا غير السفاح في حياته، فكان غالبا ما يسمى بالإمام، وأحيانا بالمهدي والقائم والمهتدي والمرتضي، ولكن غلب عليه لقب السفاح.
طبعا أنا هلأ لن أخوض بهاي الكلمة، لن أخوض بالتفاصيل فيها إذا كان هو أبو العباس السفاح ظالم أو مظلوم بسبب مشاركته لولاته وأعوانه فيما ارتكبوه من مجازر ضد الأمويين. مرت الدولة العباسية بأربعة عصور. في العصر العباسي الأول هو عصرها الذهبي خلال عهدي هارون الرشيد وابنه المأمون، إذ نشطت الحركة العلمية وازدهرت ترجمة كتب العلوم الإغريقية والهندية والفهلوية إلى اللغة العربية على يد السريان والفرس والروم من أهالي الدولة العباسية، وعمل المسلمون على تطوير تلك العلوم وابتكروا عدة اختراعات مفيدة، كما ازدهرت فيها الفلسفة الإسلامية واكتمل تدوين المذاهب الفقهية الكبرى، طبعا الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية عند أهل السنة والجعفرية والزيدية عند الشيعة. من أبرز المنجزات العلمية في العصر العباسي رسم أول خارطة للعالم بأسره على يد الإدريسي، ومن العلماء العباسيين البارزين أيضا ابن الهيثم الذي ألف 200 كتاب في الطب والفلسفة والرياضيات والفيزياء، وكتبه حول الأشعة وانكسارها وانعكاسها، وأيضا عبد الله البتاني واشتهر بعلم الرياضيات وناقش نظريات بطليموس حول الكواكب. هناك أيضا ابن سينا المولود في بخاري، وله مؤلفات كثيرة منها القانون في الطب وفي مجال الصيدلة. برز ابن البيطار معرفته لأنواع النباتات وتركيب عقاقير طبية منها، وقد ألف ابن البيطار عددا من الكتب أبرزها الجامع في المفردات الطبية. وجابر بن حيان العالم الكيميائي الذي نال على دعم هارون الرشيد وأسس وتلامذته معا منهج التجربة في العلوم، والكثير من العلماء أيضا الفقهاء المسلمين مثل الكندي والرازي والخوارزمي، كله كان بسبب عهد هارون الرشيد وابنه المأمون. سمي هذا العصر بالعصر الذهبي. يعتبر الدين الإسلامي هو أحد المقومات الرئيسية التي قامت عليها الدولة العباسية، وقد شهد هذا الدين في كنفها تطورا كبيرا، كان له أثر سلبي في بعض الأحيان وأثر إيجابي في أحيان أخرى. فإن انتشار الإسلام بين الشعوب غير المسلمة وفهمها للإسلام بطريقتها، طبعا طريقتها الخاصة المتأثرة في عندهم فلسفتها المعينة، فلسفتها ومعتقداتها القديمة، فضلا عن الاجتهادات الخاصة لبعض الفقهاء، أدى إلى نشوء طوائف ومذاهب عديدة داخل المؤسسة الإسلامية نفسها مثل المعتزلة والمرجئة والإباضية ومن الشيعة الإسماعيلية والنصيرية والدرزية، ونشأ أيضا الصوفية. تميز هذا العهد العباسي بالاهتمام بجمع الحديث وغربلته بقصد التحقق من مدى دقته وصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر جامع الحديث قد برزوا خلال العصر العباسي كالبخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم ممن لا يزال فقهاء المسلمون يعتمدون عليهم حتى يومنا هذا، ما يدل على التأثير العميق للعصر العباسي في العلوم الشرعية والفقهية. نشأت عدة مدارس تختص بعلوم الحديث، أشهر هذه المدارس هي مدرسة المدينة المنورة ومدرسة أهل الرأي في العراق، وظهر علم قراءات القرآن في العصر العباسي. النظام الاقتصادي كان يعتمد على الزراعة والصناعة، صناعة السكر المستخرج من قصب السكر، وصناعة المواد الغذائية من مشتقات الحليب، والصناعات الحربية كمثل السيوف، وأيضا نسج الحرير والصوف والكتان وأنواع الأقمشة الأخرى، وازدهر بنوع خاص حياكة السجاد في إيران وبلاد الشام، وصناعة الزجاج وزغرفته، وصناعة الورق التي انتقلت من الصين إلى بغداد، والفخاريات والنحاسيات وصناعة السفن. كانت العملة الرسمية هي الدينار، وهو مطبوع من معدني الذهب والفضة مع خليط بالقليل من النحاس والبرونز بهدف طباعة كميات أكبر من النقود. بدأ العصر العباسي الثاني بخلافة المتوكل في عام 232 هجريا، وانتهى بعهد الخليفة المستكفي عام 334 هجريا، وتميز بسقوط هيبة الخلافة بعدما كانت قوة أصبحت ضعيفة،
ضعفت السلطة الخليفة وزيادة نفوذ الحكم التركي. بدأ العصر العباسي وراها الثالث خلال خلافة المستكفي، وانتهى خلال خلافة القائم. وقد تميز هذا العصر بالنفوذ البوهي، البوهيين الشيعيين كانوا في العراق، والذي أفقد الخليفة سلطته ونفوذه، حيث لم يكن له حق التصرف في أمور الخلافة دون موافقتهم. إلا أنه من الجدير بالذكر أنه قد تم الإبقاء على منصب الخليفة لخدمة أهدافهم. بعدها بدأ العصر الرابع خلال خلافة القائم، وانتهى بوفاة المستعصم. وتميز هذا العصر بانتقال النفوذ والسلطان إلى السلاجقة الأتراك، حيث كان السلاجقة أفضل من البوهيين، البوهيين الشيعة، السلاجقة السنة، في إجلالهم للخلفاء العباسيين باعتبارهم من أهل السنة. ومن الجدير بالذكر أن حال الخلافة قد تغير في هذا العصر، حيث بدأوا باستعادة النفوذ ثم استقلوا بحكم بغداد ثم العراق. أدت عوامل سياسية ومذهبية مختلفة إلى حدوث اضطرابات في سلطة الخلافة في الدولة العباسية، كخلافات مذهبية بين السنة والشيعة، والتي انتقلت إلى عامة الناس في بغداد، بالإضافة إلى ما كان يهدف إليه هولاكو بالاستيلاء على بغداد عاصمة الخلافة العباسية. إلا أن الخليفة المستعصم رفض ذلك وقرر المقاومة بالرغم من ضعف موقفه، ورفض كذلك تهديداته وأوامر هولاكو بهدم الحصون وردم الخنادق، كما رفض مقابلة هولاكو وإرسال الوزير سليمان شاه ودوادار إليه، ظنا أنه برفضه لأوامر هولاكو سوف يثنيه عن عزمه. إلا أن أمله قد خاب بمساندة الأمراء المسلمين له، كان متوقع أن الأمراء يساعدوه لكن ما ساعدوه، ومن ضمنهم كانوا الأيوبيين والمماليك لانشغالهم بمشاكلهم، وكذلك الأتابكة والفرس والترك لخوفهم من المغول. فاستمر هولاكو بالتوعد للخليفة العباسي المستعصم بالله، وطلب منه الدخول في طاعته وتسليم بغداد إليه، إلا أن الخليفة رفض تام. إن هذا التفكك في العالم الإسلامي والموقف الذي وقفه الخليفة المستعصم دون سند أو دون دعم، دفع هولاكو إلى الزحف باتجاه بغداد، فحاصرها في عام 656 هجريا، ثم سلم الخليفة المستعصم نفسه وعاصمته للمغول بعد أن وعده هولاكو بالأمان. وبعد وقوعه ضحية مؤامرة اشترك فيها ابن العلقمي وزير المستعصم، طبعا دائما خيانات، دخل الجيش المغولي إلى بغداد واستباح 40 يوما وعاث فيها فسادا، حيث هدم فيها المساجد وأتلف الكتب وقتل رجال العلم وأئمة المساجد وطلاب العلم. سقطت المدينة وتكدست الجثث فيها وانتشرت الأوبئة، وانتهت هذه الأحداث بمقتل الخليفة المستعصم رفسا بالأقدام، وسقوط بغداد في أيدي المغول، ونهاية الخلافة العباسية. Brothers and sisters in Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now I will continue this in English. Today's brothers and sisters, our subject or our topic is about the history of the Islamic State after the rightly guided Khalifas. The Abbasi Khilafah. This is considered the second state after the Umayyads. The weakness of the Umayyad state that I spoke about last week went through due to a political turmoil, armed revolution, and successive defeats led to a disintegration of a large empire, the emergence of the Abbasi state. 3 months after the defeat of the Umayyad against the Abbasi in the battle of a great Zab River in northern Iraq, under the leadership of Abu Muslim and the defeat of the last Umayyad Khalifa, Marwan II, on April 26, equivalent to 750 AD, the Abbasi managed to storm the walls of the capital of the Umayyad state, was Damascus, and announced the end of 91 years of Umayyad's rule. The Abbasi dynasty is considered the second largest of the two ruling dynasties of the Islamic Empire. The Abbasi seized power when they were overthrew the Umayyad's Khalifa,
The Abbasi Khilafa lasted from 750 AD to 1258 AD. That's equivalent almost to 500 years. Who are the Abbasi? Before we just continue on this, we need to know who's the Abbasi. The Abbasi are an Arab family. They are Arabs and descendant from the Abbas bin Abdul Muttalib, the uncle of the messenger Muhammad. May Allah bless him and grant him peace. The Abbasi relied on the establishment of their state on the Persians, who were frustrated by the Umayyads. They excluded them from state position and the highest ranks, while the Arabs were chosen and selected for it. The Abbasi moved the capital of the state after the success of their revolution from Damascus. First they went to Kufa, from Kufa they went to the Al-Anbar in Iraq, and finally to the city of Baghdad in Iraq to be their capital. The Abbasi state began with the Khalifa Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi. He took over the rule of the Islamic State when he was 26 years old. He was born in Jordan during the days of the Umayyad's rule. The Abbasi state ended with the killing of the Khalifa al-Musta'sim billah, al-Musta'sim, at the hands of the Mongols, al-Maghul, when they entered Baghdad. Abu al-Abbas, Abdullah, nicknamed as As-Saffah. The word As-Saffah in the Arabic language carries two meanings. It means the one who spends money generously, and also it means the bloodshedder. Therefore, historical stories differed about the word As-Saffah, which the first Abbasi Khalifa Abu al-Abbas became famous for. Is he really generous man, or is he a bloodthirsty man? Some historian based this on what was mentioned in Sahih Muslim from the narration of Jabir bin Abdullah, may Allah be pleased with him, on the authority of our Prophet, may Allah bless him and grant him peace, that he said, there will be a Khalifa at the end of my Ummah who will distribute wealth without ever counting it. It is more likely that it is a praiseworthy character related to generosity given rather than an oppression and killing. The Khalifa Abu al-Abbas had other titles during his life. So he was often called the Imam and sometimes Al-Mahdi or Al-Qa'im, which is the guided, and Al-Murtada, the satisfied. But he was dominated by the title As-Saffah. We will not discuss this about whether Abu al-Abbas As-Saffah was just or unjust person because of his participation in the massacres of the killing and the crime committed against the Umayyads. The Abbasi state in the first Abbasi era knew its golden age during the ruling of Harun al-Rashid and his son Al-Ma'mun. The scientific movement became active, and the translation of science books from Greek, Indian, and Al-Fahlawiyya, the Pahlavi, Iranian language, into Arabic flourished at the hands of the Persian, Romans, and the Syriac. It is aromatic. Muslims worked to develop these sciences and invented several useful invention. Islamic philosophy flourished, and the registration of major school of jurisprudence, the school of Madaris al-Fiqhiyya, jurisprudence school, was completed. Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali in the Sunni sect, and the Ja'fari and the Zaydi in the Shia sect. One of the most prominent scientific achievement in the Abbasi era was drawing the first map of the entire world at the hands of Al-Idrisi. Among the prominent Abbasi scientists was Ibn al-Haytham, who wrote 200 books of medicine, philosophy, mathematics, and physics, and his books in rays, the refraction and reflection. Abdullah al-Battani, who was famous for mathematics and discussed
Ptolemy's theories, نظريات بطليموس about the planet. There is also Ibn Sina, who born in Bukhara and wrote many books, including Law in Medicine and in the field of pharmacy. Ibn al-Baytar, knowledge of type of plants and the composition of medical drugs from them. Ibn al-Baytar has written a number of books, the most prominent of which the comprehensive in medical vocabulary, and Jabir bin Hayyan, the chemist who won the support of Harun al-Rashid and established with his students the method of experiment and science. Many Muslim scholars and scientists such as Al-Kanadi, Al-Razi, Al-Khwarizmi were all flourished at that era of Harun al-Rashid and his son Al-Ma'mun, which was called the Golden Age. The Abbasid state was based on the Islamic religion and the Arabic language. This religion has witnessed a great development, but sometimes it has some negative effect, and other time has a positive effect. The spread of Islam among non-Muslim people caused them to understand Islam in their own way because they were influenced by their ancient philosophies and beliefs. It led to the emergence of many sects within the Islamic institutions such as Al-Mu'tazila and also Al-Marja'a and Wal-Ibidiyya and the Ismailiyya and Nasariyya and the Druze and also As-Sufiyya. All this emerged. The Abbasi era was distinguished by interest in collecting hadith with the aim to verifying their accuracy and connecting them to the Prophet Muhammad, may Allah have bless him and grant him peace. The most famous hadith collectors emerged during the Abbasi era: Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ahmad, and others. Those Islamic scholars rely on them today, which indicates the deep influence of the Abbasi era on Islamic law and the jurisprudence science, ilm al-fiqh. Several schools specialized in hadith science arose also. The most famous of these schools were in the Medina school and the school of people of opinion in Iraq. The science of the Quran readings appeared also in the Abbasi era. The economical system at that time depends on agriculture and the industry, such as the sugar industry extracted from sugar cane, and the food industry from the dairy product, and the military industry building swords and others, or weaving silks, wool, linen, and other type of fabric. Carpet weaving flourished in Iran and the Levant, Bilad al-Sham. The glass industry and its decoration. The paper industry was moved from China all the way to Baghdad. Pottery, copperwork, and shipbuilding. The official currency was the dinar, which was printed in gold and silver mixed with a little copper or bronze in order to print a large quantities of money. The second Abbasi era, this is now the second era, began with the Khalifa of Al-Mutawakkil ala Allah. It's called Abu al-Fadl, Al-Mutawakkil ala Allah, in 232 AH. He ended with the ruling of a Khalifa Al-Mustakfi Billah, Abu al-Qasim Al-Mustakfi Billah, in 334 AH. In this era, the Khalifa or Khilafa prestige have fell, got weak, and the weakness of the Khalifa authority and the increase in the influence of Turkish over it. Now we move to the third Abbasi era. It began with the Khalifa of Al-Mustakfi Billah, Abu al-Qasim, and ended during the Khalifa of Al-Qa'im bi Amrillah, Abu Ja'far. This era was influenced by the Shia Ba'i, Al-Buhiyin in Iraq, where they were influenced by it, which caused the Khalifa to lose his authority and influence. The Khalifa did not have the right to act in matter of Khilafa without their consent, except that they kept him in his position as Khalifa to serve their gods. The fourth era of Abbasi era began during the Khalifa of Al-Qa'im bi Amrillah, Abu Ja'far, and ended with the death of Al-Musta'sim Billah, Abu Ahmad. The era influenced
and authority was transferred from to the Seljuk. It went from now from Abbasi to the Salajika. They are Turkish. They are Sunni also sect, but they were a lot better than the Baidis, the Buhiyin. Khilafa has changed in this era where they began to regain their influence and became independent in ruling Baghdad and all Iraq. Various political and sectarian factors led to the disturbance in authority of the Khilafa in Abbasi state, such as sectarian differences between Sunni and Shia, which spread to the common people in Baghdad, in addition to what Hulako, the Mongols, aimed by seizing Baghdad. The capital of the Abbasi Khilafa, however, the Khalifa Al-Musta'sim Billah Abu Ahmad, refused his and decided to resist despite the weakness of his position. He also rejected the threat ordered by Hulako, or orders by Hulako, to demolish the forts, fill the trenches, and refused to meet Hulako, sending his minister Sulaiman Shah and Ad-Dawdar to him, thinking that by rejecting Hulako orders, he would discourage him from his intention. However, his hope was disappointed with the non-support of Muslim princes, including the Ayyubis and the Mamalik, Mamluks, because they were preoccupied with their own problems, as well as the Atapek. The Atapek, they are leaders at that time. They call them Atapek, or leaders, or military leaders, commanders, military rulers, and also the Persians and the Turks, because their fear of the Mongols. Hulako continued the threatened Abbasi Khalifa Al-Musta'sim Billah Abu Ahmad, and he asked him to obey him and hand him over Baghdad, but the Khalifa refused. This disintegration in the Islamic world and the position that the Khalifa took without support from anyone prompted Hulako to move toward Baghdad. So he besieged Baghdad. He blockaded Baghdad at the year 656 AH, equivalent to 1258 AD, Miladiyah. Then the Khalifa Al-Musta'sim Billah Abu Ahmad surrendered himself and his capital to the Mongols after Hulako promised him safety, and after he fell victim to a conspiracy from Ibn al-Alqamay, his minister. Remember, we always have a traitor. Ibn al-Alqam, his minister, was a traitor at that time. The minister of Al-Musta'sim Billah Abu Ahmad participated with Hulako, the Mongols. The Mongol army entered Baghdad, seized it for 40 days, caused chaos and destruction, and destroyed mosques, and books were destroyed. Men of knowledge, imams of mosques, and students of knowledge were killed. The city fell. Corpses piled up in the streets, and epidemic diseases spread. And this event ended with the death of the Khalifa Al-Musta'sim Billah Abu Ahmad, kicked by the feet, and the fall of Baghdad in the hands of the Mongol. This was the end of the Abbasi Khilafa. Brother and sister, this is only a summarized and a small topic, lesson, or subject of the Abbasi state. Inshallah, we meet for another time with the topic of the Umayyad state in the Andalusia. Umayyad state fil Andalus, in the Andalusia, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.